تمام، إذن على بركة الله نبدأ هذه الحصة. اليوم الموضوع سوف يكون حول التوصيل ليفريزون، كيفاش أنني أوصل المنتوجات ديالي الزبناء اللي كيشريو عندي لي كوموند. فلا بد أنني نتعرف طريقة توصيل المنتوج بطريقة صحيحة، شنو هي الحلول ديال التوصيل، المشاكل ديال التوصيل اللي كاينة في المغرب، كيفاش نقدر أنني نتفاداها. إذن بالنسبة للتوصيل عندنا طريقتين، عندنا طريقة ديال التوصيل عن طريق الشركات، شركات التوصيل المعروفة، أو التوصيل عن طريق الموزعين الذاتيين أو اللي عندهم مقاولة أو يشتغلون ببطاقة المقاول الذاتي ليفرور. يعني واش نتعامل مع ليفرور أو نتعامل مع شركة كدير ليفريزون. إذا هذا سؤال غادي نجاوبوا عليه في هذه الحصة هذه. شنو هو الأحسن، التعامل مع شركة أو التعامل مع ليفريزون، يعني شخص واحد في توصيل المنتوجات؟ انا غادي نوريكم يعني العنصرين معا، اللي بيخدم مع ليفرور او لا اللي بيخدم مع شركه، شنو هي الحلول ديال اللي نخدم مع ليفرور، وشنو هي الحلول ديال نخدم مع الشركه، واشنا هي افضل شركه ديال التوصيل في المغرب. اذا هذه كلها اشكالات غادي نجاوبوا عليها في هذه الحصه هذه. اذا اول حاجه غادي نشوفوا الشركه ونشوفوا ليفريزون، وفي نهاية الحصة غادي يبان لكم هذا الفرق هذا بين أنني نتعامل مع شركة ونتعامل مع ليفريزون. إذا غادي نبداو بالتعامل مع ليفريزون، يعني كشخص فقط، كليفرور فقط. بالنسبة لك أنت غادي تتعامل مع ليفرور بشكل فردي، فلا بد أن يكون عندك واحد الإكسل كنسميه جوجل شيت. لا بد يكون عندك واحد الشيت اللي كيربط ما بينك وما بين الموزع ديالك اللي كيشتغل في مدينة واحدة. فأول حاجة فاش كان بنشتغل مع ليفرور، كنعرف بأن ذاك ليفرور عنده واحد المساحة كيخدم عليها، مثلا ليفرور خاص بأكادير، ليفرور خاص بالدار البيضاء، ليفرور خاص بالعرائش، وهكذا. يعني أول حاجة إذا كنت غتخدم مع ليفرور وبتخدم من المغرب كامل، فخصك كل منطقة دير ليها ليفرور ديالها، على عكس الشركة تقدر تشد المغرب كامل. اذا خصنا نتعاملوا بجوجل شيت. غنعطيكم واحد البرنامج اللي هو ماشي مجاني، لكن انا غادي نوفره لكم هنا مجانا. غنحط لكم دابا نيت باش تقوموا بالرفع ديالو، وشي واحد يحطوه في الجروب ديال الواتساب. تمام، اول حاجه الى بينا نخدمه بجوجل شيت، فخصنا جوجل درايف او جي درايف. هو هذا واحد التطبيق كاين في جميع الهواتف وجميع الحواسيب. مجرد ما كيكون عندك الجيميل ديالك فعندك جوجل درايف، يكفيك تضغط على هاد النقيطات هادو وكتنزل وكتقلب على هاد جي درايف او جوجل درايف، وكتفتح لك هاد النافذه هادي. اذا غادي نعطيكم من هاد جوجل درايف هذا. اوكي، غنعطيكم هاد الشيت او جوجل اكسل. اذا غير رجاء انكم تشارجيو، لان من بعد 24 ساعه غادي نسدو، ياك لان كيتبارطاج هاد الشيء في بعض المواقع 24 ساعه غادي نسدو. اذا هو خليته لكم دابا هنايا في الشات، قوموا بالتحميل ديالو وحطوه في الحاسوب ديالكم اللي كان غادي يخدم مع الليفرور راه مزيان ليه. اذا نجي نكتشفوا هذا الملف هذا، غادي نفتحو وغتبان لكم هذه الشاشه. تمام، ركزوا معايا مزيان، بسيط في التعامل في هذا الملف، ركزوا معايا مزيان في الصوره. اذا اول شيء عندنا هنايا كنشوفوا رمز المنتوج، الرمز ديال المنتوج. انا دابا شاركت معكم واحد ربما دخلتوا معايا في نفس الوقت. على كل، هنا عندي رمز المنتوج. رمز المنتوج يعني كل منتوج عنده واحد الرقم ديالو، كل منتوج عنده واحد الرقم ديالو. غادي نجي نشوفوا هاد الارقام هادو منين كنجيبوهم. ثم عندي السميه ديال المنتوج، اشنو سميت هاد البرودوي ديالك اللي كتبيع نتايا. فانا مثلا كنبيع برودوي سميتو حزام الظهر الجلدي. ثم هنا عندي الاختلاف، شنو هو الاختلاف؟ نفترض مثلا انا كنبيع حزام الظهر الجلدي، فممكن هذا الحزام هذا عندي فيه عده الوان، عندي في الاخضر، عندي في الاحمر،
عندي في الصفار وهكذا، يعني كنجي كندير اللون ديالو. الا كنت مثلا كنبيع ملابس نقدر نجي ندير هنا الاكس ال السمول وهذيك دوك المصطلحات اللي كيبينوا الاحجام ديال الملابس. ثم انا السميه، فكتجي كدير السميه ديال احد الزبناء، كدير الاسم ديال الزبون ديالك يعني الكليان ديالك، كدير السميه ديالو. هنا مثلا انا عندي عزيز حمزه، يعني دير السميه ديال الكليان ديالك، يفضل ان تكون الاسم كامل. ثم هنا كدير رقم الهاتف، رقم الهاتف ديال الزبون ديالك الكليان ديالك. ثم كدير المدينه فين كاين هذا الكليان هذا، مثلا انا عندي واحد الكليان في مدينه الدار البيضاء، فكنجي كنكتب مدينه الدار البيضاء. ثم كنجي هنا عندي العنوان، انا عندي العنوان لادريس، يعني مثلا هذا قال لك الدار البيضاء، اش بلاصه في الدار البيضاء، يعني لادريس ديال الزبون ديالي. فلا يكفي انه يعطيني مدينه، خاصه اذا كنت خدام. لا يكفي انه يعطيني المدينه، خاصه اذا كنت خدام على مدينه كبيره بحال مثلا الدار البيضاء، فلا بد انه يعطيني البلاصه في الدار البيضاء، لان الدار البيضاء مدينه كبيره كبيره جدا. ثم هنا عندي ثمن المنتوج، عندي ثمن ديال الثمن ديال البرودوي باش انا كنبيعو. فمثلا انا كنبيع البرودوي 199 درهم، غنجي ندير هنا 199 درهم. بعد ذلك هنا عندي الكميه، يعني هاد الكليان هذا شحال من حبه بغى عندي، واش بغى عندي جوج حبات ولا ثلاث حبات، يعني شحال من حبه شحال من بياسه بغى في البرودوي. ثم هنا عندي الفريق، هنايا كنديرو فيه السميه ديال الناس اللي كيكونفيرميو ليك. مثلا انت درتي كوموند هنايا، شكون اللي كيكونفيرمي؟ مثلا كيكونفيرمي رشيد، احمد، يسرى، ربيعه، يعني كدير السميه ديال الشخص اللي كيكونفيرمي. كنتي كتكونفيرمي غير انت، تقدر دير غير الاسم ديالك وتحيد هادشي كامل، او تقدر تحيد هاد هاد الجهه هذا، تقدر تمسحو من هاد البلاصه هادي، او لا دير السميه ديال كونفيرماسيون، على اساس ان في الاخر ديال الشهر كل واحد في الكونفيرماسيون كتجي كتحسب شحال من كوموند دخلها، وكتخلصوا على بناء على العدد ديال المبيعات اللي دخل. مزيان. ثم هنا عندي الملاحظه، عندي الملاحظه مثلا كندير واحد الملاحظه اللي بغيت الليفر يقراها. مثلا هذا الشخص هذا اشنو كتبنا هنايا، بغاه مورا الخمسه، بغاه مورا السته، وهكذا. يعني واحد الملاحظه اللي تقدر تخليها الليفرور ديالك يشوفها، او هذا السيد هذا راه كيخدم خدام الاسبوع كامل باستثناء يوم الاحد مثلا. ثم هنا عندي العموله، يعني هاد الليفرور هذا شحال كيدي في هاد البياسه، وداكشي على حساب المدينه. فمثلا نقول انا خدام على مدينه اكادير، انا مثلا في اكادير في السونتر كنقول لك كدير 20 درهم، لكن الا وصلتي لي النواحي ديال اكادير عندك مثلا 30 درهم. اولا كنت عندي شي كوموند بعيده على اكادير مثلا، اسمحوا لي ناكسي، اولا مثلا في مدينه بعيده جدا، فعلى حسب الثمن اللي انت كتفق معاه الليفرور فاش كتهضر معاه كيعطيك لي طاريف، تيقول لك ها هما لي طاريف ديال التوصيل او خدمه التوصيل التي انا اقوم بتقديمها. ثم هنا الحاله، حاله التوزيع. فمثلا هذه واحد البرودوي تليفرات، غادي نجي هنايا وغندير تم توصيلها، لاحظتوا؟ او لا غادي نجي ندير تم تحويل المال. نورمال ممكن واحد الغلط في الاكسل، على عكس هذا اللي غنصيفط لكم انايا ما خصش يكون فيه الغلط. فاش كنقاد شي وحده راه كتلون باللون ديالها، مثلا نشوفوا تم رفضها خصها تكون بالاحمر بشكل تلقائي. اذا انا عندي واحد الغلط هنا في الكود، غادي نصحو ونصيفطو لكم. اذا لا داعي لتحملوا هذا اللي عطيت لكم انايا. يعني فاش كدير مثلا شي حاجه هنا انتهى المخزون، كتعطيك واحد الكولور معين. لاحظتوا دابا هذه خدات واحد اللون معين. نشوفوا مثلا الغيت الطلبيه، خاص تعطيني واحد لون معين، ولكن عندي هنا مشاكل في الالوان، غادي نعاود نقوم بمراجعتها. انت كتشوف ان اللون الاخضر مثلا هو تم استلامه، اي ان الليفرو شد الكوموند في يده، عفوا الكليان شد الكوموند في يده. لكن فاش كتولي بالزرق تم اداؤها، يعني راه الليفرو اعطاك فلوسك، حول لك الفلوس ديالك. كنجي هنا كنشوف بان مثلا الليفرو عطاني فيرساليا 756 درهم، لكن باقي كانت تساليه 154 درهم، لانه يلا ليفرا واحد الكوموند وخصو يفيرسي ليا فلوسها. هادو كيتقادو اوتوماتيكون بشكل
اوتوماتيكي انطلاقا من هاد الخانات هادو. نديرو مثلا تما توصيلها، وكتجي كتشوف هنايا راه كيتزاد المبلغ وهكذا، يعني كتخدم بهادو. هنا انا جي درت الدار البيضاء والنواحي، كل فرور كدير ليه واحد الورقه خاصه به، واحد الاكسل خاص به. ثم نجي نشوفوا هاد البلاصه هادي ديال ستوك، هادي فين كتجيري ستوك ديالك. اول حاجه كيخصك تنزل لتحت باش تشوف البرودويات اللي انت خدام عليهم. انا مثلا خدام على الكولاجين، فغادي نجي نكتب هنايا كولاجين. نشوف مثلا انا خدام على حذاء، غنكتب هنايا حذاء، غادي يطلع مباشره الفوق، وغتلقى بان حذاء تكتب هنايا بوحدو. لاحظتوا بوحدو تكتب تما. عندي مثلا نقول مثلا عندي هنايا ميكروفون، ميكروفون بشكل اوتوماتيكي تكتب لي هنايا ميكروفون. يعني نقدر نكتب هنا السميات ديال البرودويات ديالي كامله. ثم كنجي كندير في البرودوي ديالي شحال من حبه كاينه عندي. مثلا انا عندي 30 حبه. بمجرد ما كيجي الليفرور لهنايا وتيدير كيدير لك على انه تم اداؤها، تم اداؤها، كتنقص لك من ستوك هنا بشكل اوتوماتيكي. كتنقص لك هنا من ستوك، يقول لك بان راه تنقصت 28. وهنايا كتشوف بان ها هو شحال تليفرا. نجربوا مثلا، مع العلم ربما كاين واحد الغلط في هذا. نجربوا مثلا ندير تما توصيلها وتم اداؤها، يتم تحويل المال. نجي نشوفوا دابا واش زادوا عندنا. العدد المتبقي 31. يعني كان واحد المشكل في ذاك الكود، ولكن كنظن راه الفكره هنا وصلت لكم. انا غنعطيكم واحد عندي في البيرو هنايا، ما فيه حتى شي غلط. كان عندي في البيرو ما فيه حتى شي غلط. يعني مجرد ما تليفر الكوموند كتجي كتنقص لك في هذا العدد المتبقي، كتنقص لك بشكل اوتوماتيكي في هذا العدد المتبقي. نتمنى يكون واضح بالنسبه لكم هذا. ثم هنا عندي كتجي تشوف العمليات اللي سميتو مثلا فلوس اللي كاينين هنايا، او ما مثلا الحوايج اللي خصها اللي فيرس عليك الفلوس، اللي فيرس عليك الليفرور، والاشياء اللي خصو يفيرسيها لك. ثم عندي هاد المصادر هنا، تقدر تزيد تبدل دوك المصطلحات اللي كتبت. مثلا انا كتبت تما توصيلها، تقدر انت دير انت مثلا بالفرنسي ليفري، تقدر دير مثلا الغيه العمليه، تقدر تكتب فيها انيولي وهكذا، ريبورتي انجويابل. ثم انا كتقدر تزيد انت دوك ثم انا كتقدر تزيد العموله او الرباح ديال الليفرور اللي كيكون في هاد البلاصه هادي فينايا. اللي كيكون في هاد البلاصه هادي، اذا انا عندي من 20 حتى 45. لاحظتوا، لكن انت تقدر تزيد هاد الرقم هذا وتخليه مثلا تزيد هنا 50 60 وهكذا. وهنا كتقدر دير دوك الاسماء ديال الاشخاص اللي خدامين معك، الفريق ديالك. فمثلا انا غادي نزيد هنايا سلمى، نقدر نزيد مثلا هنايا احمد وهكذا، وكيبداو عندي في ذاك الاكسل. اذا هذا بالنسبه الى كنتي غتخدم مع ليفرور. الجميل انك تخدم مع ليفرور هو السرعه في التوصيل. المنتوج ديالك كيوصل ربما في نهارو، على اساس ان ليفرور عنده ستوك، على اساس ان ليفرور ديالك او الموزع ديالك عنده ستوك، بالتالي الكوموند غتوصل في نهارها. على عكس الا خدام مع شركه، وحنا غنجيو نشوفوا هذه المساله ديال الشركه صحيح يقدر يكون عندها ستوك، لكن هي ماشي في مدينه واحده، لان الشركه كتكون خدامه على دولة بكاملها، وبالتالي المدن فكتكون متباعده. الليفرور ديالك كاين في الدار البيضاء، عندك كوموند في الدار البيضاء كيجي كيليفريها. مزيان، واحد السؤال هنايا، الليفرور ديالي كيفاش غيدخل لهذا الاكسل هذا؟ كيفاش غيدخل لهذا الاكسل؟ واش نعطيه الجيميل ديالي؟ حتى هو غير ممكن، يعني خصو يدخل لهذا الاكسل هذا بلا ما نعطيه الجيميل. يكفي انك نضغط هنا على بارتاجي، هي مشاركه،
ثم كندير الايميل ديالو. فمثلا انا غندير الايميل هذا، نعتبره هذا هو الليفرو. كتجي كدير انه محرر، كيقدر انه يغير هادو باش يكتب لك انه تم استلامها اداؤها وهكذا، وكتضغط على ارسال. كيوصلوا واحد الميساج في الايميل ديالو كيقول ليه راه دخلتي لواحد الاكسل، وهذاك الاكسل حتى هو كيتحليه بحالك بحالو في الجي درايف. اذا هاد الاكسل هذا غدير فيه بزاف ديال النسخ على حسب كل ليفرور دير ليه الاكسل ديالو، لان بصراحه كاين واحد المشكل هو ان الداتا كتبع، فما خصنيش ليفرور ديال كازا يشوف لي الداتا ديال اكادير وديال اكادير يشوف ليا، يعني كل ليفرور يكون يشوف فقط دوك الارقام ديال المدينه ديالو، لان الداتا راه كيبيعوا فيها بصراحه، وهذا مشكل كبير جدا. انا شخصيا ليفرور ديال جوميا، يعني حيت انا دبرت ليه انه يخدم في جوميا، جاب لي الداتا وقال لي واش بغيتي تشريها، هذا مشكل، يعني راه الداتا هذه راه كتبع. لذلك يفضل ان كل ليفرور ندير ليه اكسل خاص به، فقط دير ليها نسخه خاصه بها. ولا تقدر الا بغيتي ان كل ليفرور يشوف، فتقدر تزيد واحد صفحه جديده عندك هذا البلس هذا، اش كتعني الداتا، وكتزاد ليك واحد نافذه جديده نعم اشنو تعني الداتا؟ تفضل. الداتا هي الارقام ديال الناس، هي ارقام الهواتف ديال الناس، كيهزوا هاد الشركة. مثلا اشنو هو الفائده ديالي انا ناخذ ارقام ديال جوميا؟ انا شخص جاب لي الداتا ديال جوميا قال لي غادي نعطي لك الارقام ديال جميع العيالات اللي شراو من جوميا في مدينه اكادير، بيانات شنو كيديروا البيانات ديال الاشخاص. فانا هذوك العيالات كامل اللي شراو من جوميا في اكادير ممكن نهزهم، وكاين واحد لابليكاسيون في الواتساب الا بغيت نعطيه لكم كيصيفط لكلشي الناس واحد الميساج، وعلى الاقل خصنا نخرج بعد المبيعات منهم. فهذه كي كتستعمل في الداتا. ممكن نزيد كما قلت لكم ورقه جديده هنايا وندير فيها مثلا مدينه اخرى بحال مثلا مراكش، ونجي هاد كازا هذه وهاد الطابلو هذا ننسخو هكذا، ندير ليه هكذا كامل كوبي كولي ونحطو في هاد الورقه الجديده، وندخل معايا بجميع الموزعين ديالي هنايا. لكن هاد الطريقه انا ما كنفضلهاش، كنفضل ان كل ليفرور دير ليه اكسل خاص به باش ما يكونش هذا المشكل ديال سرقه الداتا. اذا هذا بالنسبه لهذا الاكسل، هذا سهل الاستعمال، اي واحد فيكم غيستعملو. غنصيفطو لكم، لان هذا في بعض الاخطاء غنصيفطو لكم بدون خطا باش تشتغلوا به. اذا بالنسبه لليفرور بصراحه باش تخدم معاهم خصك راس مال كثير. علاش؟ لان خصك كل مدينه تحط فيها ستوك، يعني الليفرور ديالي في كازا نحط ليه 20 حبه ولا 10 الحبات، ليفرو ديالي في اكادير نعطيه 10 الحبات، اللي في طنجه نعطيه 10 الحبات، يعني خصني واحد ستوك كبير باش تخدم على المغرب كامل. اللهم الا كنتي غتخدم على مدينه واحده، ولا انصحك انك تشتغل على مدينه واحده الا اذا كنتي مثلا في الدار البيضاء او في طنجه المدن الكبيره، لكن مدن اخرى فلا انصحك انك تشتغل في مدينه واحده. علاش؟ اول شيء الاشهار كيكون غالي في دوك المدن، فاش كتشتغل في مدينه واحده كيكون الاشهار غالي. علاش؟ لان التفاعل قليل، ولكن فاش كدير المغرب كامل كيكون التفاعل كثير، وبالتالي كيكون ثمن الاشهار اقل. لذلك لا تشتغلوا في مدينه واحده، اشتغلوا في المغرب كامل، هذه كنصيحه. بغيتي تشتغل في المغرب كامل وما عندكش الفلوس، فخدم مع شركه ديال ليفريزون، خدم مع شركه ديال ليفريزون. المميزات ديال شركه ديال ليفريزون انك ما كتحتاج راس مال كثير، لان اصلا غتخدم على المغرب كامل بداكشي اللي عندك، عندك 5 الحبات غتخدم بها المغرب كامل، 10 الحبات غتخدم على المغرب كامل. المشكل ديال الشركات هو التاخر في التوصيل، يعني مثلا ليفرور غيوصلها في نهارها، لكن الشركات 3 ايام 4 ايام. وهنا خصك انت واحد المساله ديال الكونفيرماسيون كيفاش كدوي مع الناس. وبصراحه راه بزاف ديال الناس كيدبروا الكوموند وكيضيعوهم في المرحله ديال الكونفيرماسيون اللي غنشوفوها في الحصه المقبله ان شاء الله. اذا نشوفوا شركه. على فكره كاين بزاف ديال الشركات، ومن الخطا، وهذا من الخطا نقول لكم هذه الشركه مزيانه وهذه الشركه خايبه وهكذا، لان الشركه خصك تشوف المدينه فين كاين المقر ديالها.
بالنسبه مثلا الدار البيضاء راه تقدر مثلا شركه ديال ايلاماكس تكون مزيانه، ولكن نفس الشركه ديال ايلاماكس في اكادير غتكون خايبه. تقدر مثلا شركه ديال كاتيداس تكون مزيانه في مراكش، ولكن نفس الشركه في شخص خدام في اكادير غيقول لك شركه سيئه بدون المستوى. لان اول حاجه خصني نتاكد ان لاجونس ديالها الاصليه المحل ديالها اصلي فين كاين، لان لا يعقل انني انا من اكادير وكتجي واحد الشركه من الدار البيضاء وكتقول لي راه كنصيفطوا للمغرب كامل، كتقول لهم واش نجيب لكم السلعه، كيقول لك لا، كيقول لك حنا كنديروا الراماساج، وكيجيو كياخذوا عندك ديك السلعه فين كيديوها، كيديوها حتى لاجونس ديالهم اللي كاين في مدينه ماشي هي المدينه تاعتك، عاد كيدخلوها في السيستيم عاد باش كيخصها انها تليفرا، وبالتالي كيكون هنا تاخر. خصني نتاكد ان ديك الشركه ديال ليفريزون كتواجد في المدينه ديالي. افضل الشركات اللي كاينين بصراحه في المغرب هي ديجي لوغ، كاتيديز، قلبوا عليهم في اليوتيوب، ديجي لوغ كاتيديز، كاينه برين بوانيما، كاينه سميتها ايلاماكس، وكاينه يعني واحد خمسه ديال الشركات. بالنسبه ديال الدار البيضاء اللي كاين منكم من الدار البيضاء يتواصل معايا، لان في الدار البيضاء كاينه واحد الشركه رائعه جدا خاصه بالناس ديال الدار البيضاء، غنصيفطها لكم في الواتساب مع الفيديو اللي كيشرح كيفاش التعامل مع هذيك الشركه وتواصل معها. المدن الاخرى من غير الدار البيضاء انصحكم بالتعامل مع شركه ديجيلوك، هذه هي افضل شركه. صحيح الاثمنه نوعا ما ماشي بزاف، نوعا ما زايده مقارنه بالعديد من الشركات، لكن هذه افضل شركه ديال التوصيل. كاينه سرعه في التوصيل، كاين واحد يعني البروتوكولات جيده في التعامل مع الزبناء، كتوفر العديد من الخدمات، فانصحكم بالتعامل معها. اذا الطريقه ديال التسجيل، الطريقه ديال التسجيل فهي طريقه بسيطه، يكفي انك تجي لهنايا تسجل اونجستري وتعمر هاد المعلومات، كدير السميه ديالك، الايميل ديالك، التليفون ديالك، وكتطلب واحد الكود، كيوصلك داك الكود كتحطو هنايا، ثم كدير مود باس، كتعاود مود باس، كتاكسبتي السياسات ديالهم، ثم كتضغط على اونفوي. حتى اللي عنده المشكل ما قدرش يشري السلعه، مشكل ديال الفلوس، ما عندوش راس المال وعنده ديك الصعوبه انه يشري السلعه بالجمله، فممكن انك تشوف برودويات اللي عندهم هما وتاخذ منهم غير بياسه واحده ولا جوج وتليفريها، وانت غادي ببياسه بجوج بياسات، حتى كتقدر انك تجيب 6 بياسات 10 بياسات وهكذا. اذا كتعمرها وتسجل فيها. انا ندخل دابا لواحد الكونت تجريبي ديالي تجريبي فقط باش نشوفوا كيفاش نقدروا نخدموا مع هاد الشركه هذه، ثم كنجيو نشوفوا مثلا الاثمنه ديالهم. فبالنسبه للاثمنه هنا ربما شكل الموقع شويه تبدل بصراحه. اذا هنايا كتختار، كتجي كتشوف المدينه ديالك. اول حاجه حدد المدينه فين كاين نتايا، لابد تجي هنا وتحدد المدينه ديالك باش يعطيك الاثمنه بناء على المدينه. مثلا انا حددت اكادير، تيقول لي اكادير الاكادير 25 درهم، لكن الا كنت انا مثلا في الرباط راه غيقول لي اكادير، شوفوا شي مدينه اخرى، بني ملال، نجيو نشوفوا هنا مثلا اكادير، غتلقى اكادير غادي تكون بواحد الثمن اكبر لانها ليس بعيده عن المدينه ديالي. مثلا الدار البيضاء كيقول لك مثلا الدار البيضاء 25 درهم 30 درهم وهكذا. اذا كما انتم كتشوفوا الاثمنه 30 20 اثمنه معقوله، غادي تلقاو بعض الشركات اللي هي قليله ارخص منها، لكن للاسف موفيز افير. على كل فاش كتسجلوا في هذا الموقع هذا، فاش كتسجلوا وكتعمروا هاد المعلومات، فما تكتفيوش بهذا القدر هذا، خصك ضروري تنزل لتحت وتهضر معاهم في هذا الرقم هذا في الواتساب. هضر معاهم في الواتساب، على فكره تسجلت عندكم في السيت ويب ديالكم ولا البلاتفورم ديالكم، كونفيرمي لي الكونت، صافي كتكونفيرمي ليك الكونت وكتعطيك واحد الورقه كتمشي تقاليزيها باش تخدم معاها بشكل قانوني على اساس ان ما يديو لك فلوسك. كتمشي كتقاليزيها وكتصيفطها وكتصيفطها ليهم. اذا انا غندخل دابا لواحد الحساب تجريبي فيه شي مبيعات قلال، كنا درناه في واحد الفورماسيون كتحدي مبيعات.
انا كنشتغل بالطريقه ديال ليفرور، انا كنشتغل مع لي ليفرور، كل مدينه ديالي درت فيها ليفرور على اساس ان عندي سرعه ديال التوصيل. لكن بصراحه الطريقه هذه كتحتاج راس مال كثير، لان من الصعب ان عندك 16 مدينه كل مدينه تحط فيها واحد السوق. يفضل انكم تبداو بشركه. تمام، اذا هذا هو الموقع، موقع سهل سهل جدا. درت لكم شي فيديوهات او فيديو على هذا الموقع، كنشرح لكم جميع الخدمات ديالو كيفاش ممكن انك تخدم عليه. نجيو نشوفوا اول حاجه هو الداشبورد. الداشبورد كيقول لك الحوايج اللي مازال ما تصيفطوش، يعني اونفواي نو اونفواي مازال ما تصيفطوش، يعني ما كاينش في ستوك. هادو قيد التوصيل، هادو مثلا شي كوموند حطيتيها وهي بغات توصل للكليان، فكيبان لك شحال من كوموند غاتليفرا اليوم، وهذا الشيء اللي تليفرا والكوموند اللي تليفرا. هنا كتجي كتحدد يعني لا دات، نشوفوا مثلا من نهار، شوفوا مثلا سنه، مش عارف نشوفوا، لان هذا كان تكون تجريبي فقط. نديرو حنا من 2015، اوكي تليفرات في هذا 103 ديال لي كوموند كما كتشوفوا. نجيو نشوفوا مجموعه من الاشياء اخرى، كاش مانجمنت، سيتياسيون كاش، هنا كتشوفوا الوضعيه الماليه. كاين فيديو اللي غتشوفوه باش ما تنساوش، لاني كنزرب شويه هنايا. هنا كتشوف الفلوس اللي خصهم يتليفراو ليك، هادي هي هادي اللي كنا شفناها في الاكسل، هي هادي يجب دفعه، ياك هي ميت هادي، ثم بيل يعني اللي ديجا فيرساو ليك. كتجي كتشوف، نشوفوا مثلا هنا شحال ديال الفلوس دخل في هذا الكونت هذا، حتى هو مثلا كنجيو نشوفوا مثلا، لاحظ كل نهار على الاقل كيدخل 300 درهم، كاين واحد النهار دخل 1300 درهم، لاحظتوا؟ وهذا كان فقط تجريبي، 600 درهم 800 درهم، لاحظ. اذا هاد مجموعة من المبيعات اللي تحققت في هاد الكونت هذا مثلا. ثم كنجيو عندنا هنايا نيو اوردر، بديت تحط الكوموند ديالك، هادي في اي بلاتفورم كيما بغا تكون، يعني اي شركة تعاملتو معاها كدير لك هنا نيو اوردر باش تحط الكوموند ديالك. كتختار ستاندر اوردر، على كل راه فيديو ولا غير يفصل لكم هاد الطريقة هادي. وبالنسبة للناس اللي كاين في كازا، عندكم منصة او شركة خاصة حتى ديال كازا تقدروا تخدموا بهادي، لان كاين الشركة ديالها في كازا وجيدة جدا، لكن كاين شركة احسن في الدار البيضاء منها، انا فقط اقول الدار البيضاء، المدن الاخرى خدموا مع هادي. مراكش خدموا مع ايلاميكس او هادي. اذا نيو اوردر، اذا دابا غنحط الكوموند غنضغط على طلب جديد، نيو اوردر. كنجي تنحدد هنا السميه ديال الستور، لاحظوا راه كانوا غير تجريبيين فقط، انا درت السميه ديال الاكاديميه اللي درت لكم هذا الفورماسيون. اذا هنا كنجي كندير وي مثلا، ان الليفرور عنده الحق يحل، او الكليان عنده الحق يحل الكرتونه قدام الليفرور قبل ما ياخذ البياسه ديالو، لان راه كاين الغش بزاف. ومن الاشياء اللي كتخلي الزبون ديالك انه يطمئن فاش كتكونفيرمي معاه، راه ما كتشري عندي الكوموند ولا ما تتخلصني حتى كتخلي الكرتونه وتشوف البرودوي ديالك، الا كان هو هذاك تتخلص ديك الساعات، على اساس ان كاين نصب. راه تفاجئنا بعض الحالات ان بعض الناس وصلتهم ملحه، كاين اللي وصلته حجره، ايوا هذا البرودوي اللي طلب، يعني هذا لابد اننا نديروا هذه الحاجه اللي كتخلي الزبون مطمئن انه عنده الحق يحل او يشوف البرودوي ديالو قبل ما يخلص الكوموند. ثم هنا عندي الرماساج، المدينه ديالك، انا مثلا في اكادير غنجي ندير هنا اكادير، ثم غادي ندير الوضعيه ديال ليفريزون، انا التوصيل عادي، هادو غتشوفوهم في الفيديو اللي درت لكم باش ما نطولش بزاف في توقيت الحصه. ثم كنجي كنحدد المدينه اللي غادي نليفري ليها، المدينه اللي غنوصل ليها الكوموند ديالي. فمثلا انا غادي نوصل لمدينه، مدينه معينه، نقول مثلا انا غادي نوصل للداخله ولا شيشاوا ولا اي مدينه كتقلب عليها. لاحظوا انه كاين عدد هائل من المدن، وهذا هو اللي كيخليني نفضل انا هذه الشركه هذه ايضا، ان تقريبا اي مدينه بغيتيها راه غتلقاها هنا، اي مدينه بغيتيها غتلقاها هنايا تقريبا، رائع. لاحظ مدن كثيره، نختار مثلا كلميم على سبيل المثال. اذا من اكادير حتى لكلميم كتكلفك 40 درهم، لاحظتوا؟ تقدر ما بقى كاع تبحث هكذا، تجي تكتب الحرف الاول من المدينه او تكتب المدينه كامله. نشوف مثلا انا غنليفري لطنجه،
هيا طنجة، طنجة 35 درهم، لاحظ رائعة جدا من أكادير طنجة 35 درهم. ثم هنا كتجي كتحدد البري ديال الكوموند، مثلا أنا هاد الكوموند هادي أو هاد البياسة هادي راه 199 درهم. أشنو كدير الشركة؟ الشركة راه كتاخد من عند الكليان 199 درهم، وهي فاش كتبغي تصيفط لك فلوسك كتقطع 35 درهم الثمن ديال ليفريزون. داكشي علاش حنا كنديرو في الإشارات ديالنا التوصيل بالمجان، لأن أصلا هما تيقولوش لي هو الفري ديال ليفريزون، تيقولوا لي الثمن هو 199 درهم، هما كيقطعوا ديك الساعات ديالهم باش كيحولوا لك فلوسك. ثم ضغطت على سويفون، كاين بعض التفاصيل هنا غتشوفوها في الفيديو حتى لا اطيل، يعني غير مهمه. هنا كتجي كدير النيميرو ديال الكوموند، انا مثلا ندير كوموند رقم واحد على اساس ان ممكن تدخل 10 المبيعات 30 مبيعه في اليوم الواحد، فلا بد انك ترقم المبيعات ديالك. هنا كدير السميه ديال الزبون ديالك، وهنا كدير رقم الهاتف ديال الزبون ديالك. غادي نحيد رقم التليفون ديالي. اذا تقدر دير الرقم ديالك، ثم هنا كدير الادريسه ديال الزبون، ثم هنا كدير الادريسه، يعني شنو بلاصه في طنجه، نقولوا مثلا انه في السنتر ديال طنجه وهكذا، ثم كتضغط على سويفون وكتجي هنا كتكتب السميه ديال البرودكت. علاش السميه ديال البرودكت؟ وهذه في الاتصال مع الشركه، هنا كتخلي الليفرور انه يقنع حتى ذاك الكليان بداك البرودوي، لان دابا فاش كيقول لي السلام عليكم راه واحد الكوموند جاي، اش كيقول لي ذاك الزبون عافاك اش من كوموند، كيقدر ينسى او لا صافي بيرفض الكوموند ديالك. يعني لا بد انني نقول ليه او نخلي الليفرور يعرف السميه ديال البروداكت ديالي. لكن بعض الحالات، وبصراحه انا بعض الحالات ما كنخليش السميه ديال البرودوي هنايا، لان ما بغيتش الليفرور يعرف شنو انا كنبيع. فمثلا جبت واحد البرودوي ما كانش كيدور في السوق، وهذاك البرودوي انا كنت كنتستر على الاسم ديالو، ثم كنت كنضغط على كتحدد الكونتيتي شحال من حبه كاينه في ديك الكرتونه، شحال من بياسات طلب ليك الكليان. مثلا انا هذا الزبون طلب لي ثلاثه البياسات، ثم كتضغط على اكشن ثم انجستري ثم انجستري. هنا واحد في هذا الخيار الاخير باش نرجعوا ليه، في هذا الخيار الاخير كتكتب واحد الملاحظه للليفرور. مثلا تقدر دير الواتساب ديالو، نعتبروا نفترضوا ان واحد الكليان عنده تليفون وعنده الواتساب، فتقدر دير الواتساب ديال الشخص، لان ذاك الشخص يقدر ما يجاوبوش في التليفون اللي انت حطيتي في هذه المرحله هذه. علاش لا ما نزيد حتى الواتساب ديال الشخص باش ذاك الليفرور يتواصل معاه في الواتساب وكذلك. وهنا ممكن ندير فيه ديك الملاحظه اللي كنديرها هنايا، هاي مثلا بغاها مورا 6 بغاها مورا 3، نص النهار الاولى كيكون خدام بغاها نص النهار الثاني وهكذا. اذا هنا تقدر تزيد بزاف ديال لي كوموند، كتقدر تزيد بزاف ديال لي كوموند. انا غادي نزيد كوموند اخرى بسرعه باش نشوفوا واحد المرحله اخرى. الدار البيضاء اوكي، سويفون نيميرو جوج هاد مثلا، ثم نجي ندير لادريس ديالو سويفون، ثم كونتيتي جات اكشن انجستري. انا دابا عندي جوج ديال لي كوموند، لاحظتوا جوج ديال لي كوموند. هاد البياسات هادو كنجي كنسيليكسيوني عليهم هكذا. قبل من هاد العمليه كيخصني ندير واحد المرحله ديال كونفيرماسيون ديال الاتصال، اما كتخلي الشركه تتصل به، ولكن هذه تتخلص عليها 5 دراهم على كل واحد دخلوه لك، يعني 5 دراهم على كل واحد كونفيرماو، على اساس انهم غتعطي لهم معلومات ديال داك البرودوي شنو كتبيع، وغتكلف هنا واحد البنت من الشركه غتبدا تتصل به وتقنع داك الزبون وتشرح ليه البرودوي مزيان باش تحيد عليك المشكل ديال الروتور. هذه العمليه ممكن ديروها انتوما باش تحيدوا عليكم لي شارج. انت غنحبس اللايف، عندي شويه ضجيج مجددا، نحبس اللايف لمده دقيقه واكمل.
تمام، نستأنف على بركة الله. كيف وصلنا؟ تمام، إذا هنا أنت تقدر تكونفيرمي مع هاد الناس هادو، تسيليكسيوني على هاد البلاصة ولا هاد البلاصة، وشوف الرقم ديال هاد الشخص هذا. ألو، السلام عليكم، راه الكوموند ديالك دار ليها الرماساج وراه خرجات من الشركة. واحد الغلط كنديرو في الكونفيرماسيون، كتقول ليه واش باقي بغيتي الكوموند باش نصيفطها لك، راه البرودوي ديالك موجود. هاد واش باقي بغيتي الكوموند؟ كنشوف بزاف ديال الإخوة كيديروها في الكونفيرماسيون. الو السلام عليكم، راه كوموندتي عندي واحد الكوموند، واش باقي بغيتيها؟ واش نصيفطها لك ولا لا؟ هنا شنو كدير انت؟ كتعطيه الامكانيه ديال انه يانيلي، كتعطيه واحد الفرصه، لان الداتا كتبرد. باش نعطيكم واحد المعلومه، الداتا كتبرد. كيفاش كتبرد؟ قدر النهار الاول كان طموح انه ياخذ ذاك البرودوي، ولكن مع تقدم الايام النهار الثاني الثالث كيقول لاش، كخرج ليه شي بلان اخر ولا شي حاجه، وكينسى الداتا تتبرد. يعني انا خصني ما نعطيش ديك الامكانيه انه ياني لي الكوموند. كتقول ليه بان الكوموند راه صافي، راه جايك في المدينه ديالك في الطريق ديالك، وغتوصلك من بعد 48 ساعه. عندي الضجيج صراحه انا. اذا كتقولي بان الكوموند جايك مثلا 48 ساعه او 72 ساعه. فاش كتجي لهاد البلاصه هادي، كان هي كتشوف كل مدينه تقريبا شحال باش كيوصل ليها الكوموند. مثلا من اكادير حتى التمسيه كتوصل دو جور حتى 3 ايام. لاحظتوا؟ يعني كيعطيك المده، فهاد المده خصك انت تقولها للزبون ديالك، وكتقول ليه بان الكوموند فاش غادي توصلك للمدينه ديالك، غيتم الاتصال بك قبل ما يوصلك البرودوي للدار باش تكون جاهز. يقول لك مثلا ممكن نكون انا خارج ولا في العمل، ما كاينش مشكل، فاش يتصل بك الليفرو حدد معاه الوقيته اللي بغيتي، راه السلعه كتبقى في المدينه ديالك لمده ديال 24 ساعه او 48 ساعه باش الكوموند ما ترجعش لك للمدينه ديالتك. هذه حاولوا قدر الامكان نحيدوا علينا المساله ديال الرجوع. اذا هادو مثلا برودويات تكونفيرماو، اكدوا لي انه بغاهم، كنضغط على سنت تو ديليفري سيرفيس، ارسال الى خدمه التوصيل، ثم كونفيرم، و كي يتحطوا لي برودوي ديالي في هاد الدوكيمون في هنايا. اذا كنجي كنتلقاهم في هنايا، هما بالتاريخ كما كتشوفوا. كنجي كنهز هاد لي كوموند ديالي، فمثلا هادي وهادي، او ربما هادو راه ما تزادوش، ما عرفت علاش. ستاندر اوردر، اذا نسيليكسيون عليهم بحال هكا، سين تو ديليفري، كونفيرم. اوكي، كاين وحده نعاودو نفيريفيو هاد المسائل، ربما درنا شي غلط. شوف واش درنا شي غلط. كيبان لي حتى شي غلط هنايا. نشوفو التانية، نيتورك اكازير طنجة، الرقم ديال الكوموند ربما ما عرفتش. على كل سويفون انجستري، نحددهم بحال هكذا، سين تو ديليفري كونفيرمي. كان شي غلط ربما ما رديتش على البال واش الرقم ديال الكوموند ولا شنو، يعني خاص ما يكونش نفس الرقم متعاود. بعد ذلك كتضغط على داونلود وكتشارجي واحد جوج ملفات، اولا ممكن تجي لهاد البلاصه ديال الدوكيمون وكتشارجيهم، وما هادو اللي قبل 11:39 دقيقة، كتضغط هنايا وكتشارجي كوموند أو كتشارجي هاد الروسي الأول، ثم كتجي كتضغط على هنا وكتشارجي هاد الروسي الثاني. نجيو نشوفوهم شنو تيكون فيهم. إذا بالنسبة لهادي كتكون فيها الفاكتورة، كتكون فيها الفاكتورة كما تشوفوا، المدينة، السمية ديال الشخص، لادريسا، والثمن. هادي كتقطعها نتايا وكتحطها وكتلصقها فوق الكرتونة، كتلصقها فوق الكرتون. لابد انكم تمشيو تشريو الكرتون عند صحاب الجمله، ياك قلبوا غير في الفيسبوك، كتبوا غير امباراج، لا بغيتي كاع نصيفط لكم انا الارقام ديال صحاب الكرتون بالجمله، كتجيب عنده كرتون كيدير درهم درهم ونص، واحد 100 كرتونه 200 كرتونه حتى عندك في الدار، وبقى حط فيها الحبات ديالك بياسات ديالك. ثم عندنا كذلك هذه، يعني كتقطعهم وتلصقهم. عندنا هذه ايضا، هذه فاكتوره،
هذه كتقطعها عفوا كتهزها كتخرج فيها جوج نسخ وكتسيني عليها هنايا في التحت، كتسيني عليها في التحت هنايا وكتصل بالشركة ديال ليفريزون. هذيك السيدة اللي غتهضر معاها هنايا، هي اللي غتهضر معاها هنايا، هي غتعطيك الرقم ديال مول الرماساج. هذا مصطلح جديد الآن، هو الرماساج. اشنو هو الرماساج؟ الرماساج هي العملية ديال أن الشركة كتجي عندك حتى للدار ديالك وكتاخد عندك السلعة باش هي توصلها. ما تحتاج أنت تمشي حتى للشركة وتحط السلعة عندهم، لا، هما يجيو عندك وياخدوا السلعة. هاد الشركة هادي كتجي عندك حتى للدار، واخا تكون عندك كلية واحدة، كلية واحدة، بياسة واحدة، كتجي عندك حتى للدار وكتاخدها وكتديها هي للشركة باش تبدأ عملية التوصيل. إذا أنت كتجي عندهم وكت وكت كيجيو عندك وكتعطي لهم دوك كتعطي لهم هاد الورقة هادي، جوج من النسخ، واحدة كتبقى عندك واحدة عندهم، وهادو كتلصقهم فوق الكرتون، وهكذا كتكون قضيتي المسألة ديالك والكوموند ديالك كتولي قيدة الإرسال. تمام. كاين بزاف الأشياء ممكن مثلا نحط عندهم أنا ستوك ديالي، السلعة ديالي في الوير هاوس، غتشوفوا في الفيديو اللي صيفط لكم اللي خليت لكم. ماركت بليس هذا كيعاون بزاف الناس اللي ما عندهمش السلعة، أو حتى إلا أنت ما تبعتش ليك السلعة كتقدر تحطها هنايا. لاحظ هادو بزاف ديال الناس عندهم السلعة حطوها هنايا، لاحظوا هاد السلعة تقدر انتم تشوف مثلا شي حبة هنايا تقدر نهزها لي ونخدم عليها أنايا، تجيني شي مبيعة نشريها ب 120 درهم، هذا ثمن الجملة، ولا هذا ديال كيراتين 50 درهم، ولا هذه 20 درهم، وهكذا. ولكن تأكد أن البرودويات مزيانين، لكن شي برودويات هنا لها علاقة، نبحث على شي برودوي مزيان بحال هذا كولاجين مزيان مثلا، هذا ديال المكياج مثلا باك، وهكذا نقدر نهز شي واحد ونطلق عليه الإشهار، ونقدر ناخذ ديك الساعه غير حبه واحده، لان ما عنديش الفلوس باش نشري بالجمله، لان كتعرف الجمله تيقول لك على الاقل ضرب عندي 500 درهم ديال السلعه، يعني ياخذ عنده على الاقل 10 البياسات باش يحسب لك الثمن ديال الجمله. هذا هذه ملاحظه. اذا هذا ما يتعلق بالتوصيل بالليفريزون. الى عندكم شي سؤال في هذا الشق هذا تفضلوا. وعليكم السلام. اوكي، اذا بالنسبه للثمن ديال الليفريزون الى وقع عليها مثلا الروتور، يعني واش الروتور كيتخلص عليه ولا لا؟ الى تانيلات الكوموند، اول حاجه هذه الشركه هذه شنو كدير؟ كتحاول قدر الامكان انها تحيد عليك الروتور. كيف ذلك؟ حتى الشركات الاخرى كيف ذلك؟ كتتصل بالكليان قبل ما تخرج عندهم السلعه من السونتر، يعني الليفرور قبل ما يمشي يوصل السلعه كيتصل بالزبناء وتيقول لهم رانا واحد الكوموند جايه. داك الشخص الا جاوبه وقال لي راه بغيت الكوموند راه كيديها لي، الا ما جاوبوش راه ما كيديهاش لي. ولكن احيانا كيتم تيقول لي جيب لي البياسه وكيديها حتى لعندو وكتدفع عليه التليفون. فهاد الشركه هذه كتخلص فعلا 5 دراهم، كتخلص 5 دراهم، على عكس الليفرور. الليفرور ما كتخلصش. علاش ما كتخلصش عند الليفرور؟ لان اصلا الليفرور اللي خدام معاك ما كيكونش خدام معاك غير انت، كيكون خدام مع 5 الناس او 10 الناس ولا 20 واحد، هو مثلا غادي لهاد لازون هادي ديال كازابلانكا مثلا ولا سيدي ميمون، غادي ليها وما كيديش غير البياسه ديالك، كيدي 4 البياسات غير ليفريهم في ذاك لازون، يعني لما ليفراش ديالك كيليفري بياسات اخرى، وبالتالي كيحسب عليك الروتور صفر. اذا التعامل مع الليفرور الروتور صفر، 0 درهم. التعامل مع الشركه كتحسبها عليك. بعض الشركات ما كتحسبهاش عليك، بحال ايلاماكس، بحال كاتيديز، ما كتحسبهاش لي، لكن هاد الشركه كتحسب عليك الروتور. مع العلم رغم ذلك كنعتبر ان جيد التعامل معها. سؤال الجواب واضح. اذا راه الحصه المقبله غنهضروا على كيفاش نتجنبوا هذا الروتور هذا، وبعض النصائح اللي غنعطيها لكم في الكونفيرماسيون في التواصل مع الزبناء باش تدخلوا مبيعات ديالكم وتكون مبيعات 100%. وكذلك غنشوفوا ما يسمى بالخدمات، قطاع الخدمات اللي هو مجال مهم جدا. اذا اذا كان شي سؤال اخر تفضل. استاذ تفضل. بالنسبه لذاك الاكسل اللي كان ممكن تعاود تشرح لنا كيفاش بزربه كيفاش نخدموا به؟ يعني على اساس ما كنتيش حاضر من الحصه. لا دخلت غير ما شفتش مزيان، كان عندي واحد الرجل ما شفتش مزيان.
اوكي، غادي نشرحه بشكل سريع شويه. على اساس راه الفيديو راه غتشوفه وغادي يشرح لك هذا الاكسل هذا، ياك؟ واخا اوكي. بالنسبة لي الا خديت البي سي وكنبغي نتشارجي كانفا باش نصايب شي لوغو داكشي ندرب فيه، تيشارجيت الفيديوهات شفت لكن كيفاش دخل 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 لذاك السيت اللي عطيتينا انت يا استاذ ما طلعش لي لابليكاسيون، الا كان ممكن. اوكي، غنشوف ونوريكم الميثود. نجاوب على هذا الاكسل عافاك، ومن بعد باش نشوف كانفا برو. اوكي، واخا يعني بالنسبه للاكسل هو هذا، انا عطيه لكم غتشارجيه وتحطوه في جوجل درايف. هذا هو جوجل درايف، اي واحد عنده جوجل درايف. اذا ها هو جوجل درايف، يعني بمجرد ما يكون عندك الجيميل ديالك عندك جوجل درايف. جوجل درايف كتجي هنا كتضغط على تحميل ملف وكتطلع الاكسل، وكتطلع داك الاكسل اللي عطيت لك مثلا. واحد السيد باين ضم بين دابا تاخر بزاف. اذا هذا هو الاكسل كيتحل عندك بهذه الطريقه. هنا كتجي كدير تسميه، عفوا هنا كتجي كدير الرقم ديال البرودوي، الرقم ديال المنتوج. هذا الرقم هذا هو هنايا، ها فين كنشوفوا هذا الرقم هذا هو هنايا. لاحظ بيكاب واحد، بيكاب جوج، بيكاب ثلاثة. عفوا هذا هو الرقم ديال البرودوي، على اساس ان الحذاء ها هو الرقم ديالو، الميكروفون ها هو الرقم ديالو. يعني مثلا فاش غتزيد شي برودوي اخر، فاش غنزيد مثلا هنايا ثلاجه مثلا، انا غنبيع ثلاجه ولا مثلا حذاء ولا مثلا نقولوا منشفه، يلا هذا برودوي منشفه، فهاد المنشفه دادت ليا هنايا وها هو الرقم ديالها. فاش غادي نبي نحطها باش نليفريها كبرودوي، كنجي تندير الرقم ديالها هنايا. لاحظتوا انا بما انني خدام على برودوي ديال الحزام الظهري اللي عندي في ستوك، وهذا هو حذاء ماشي حزام ظهري، يعني خصني نجي هنايا ونبدل هذه الكلمه ديال حزام ظهري بحذاء، خليت هذا الاسم هذا. ثم هنا عندي الاختلافات الالوان، مثلا هذا الحذاء بغى ليا الكليان في لون احمر، غادي نجي ندير هنايا غوج، بغى ليا في الزرق. او لا ممكن تكون كتبيع الحوايج، تقدر دير الاكس ال ال سمول وهكذا، ما كنفهمش انا في هذه الارقام ديال الحوايج بزاف. او لا ممكن مثلا يعني على حسب الاختلافات اللي كاينه في البرودوي ديالك. ثم هنا السميه ديال الكليان ديالك، هنا رقم الهاتف ديال الكليان ديالك، وهنا المدينه اللي كينتمي ليها. ثم هنايا لادريس ديال هذا الزبون ديالك. ثم هنا عندي الثمن ديال البرودوي، الثمن ديال البرودوي ديالك، يعني الثمن باش انت كتبيع البرودوي. ثم هنا الكونتيتي، هذا الكليان هذا شحال من حبه بغى، شحال من بياسه بغى، بغى مثلا جوج بياسات، بغى جوج احذيه، ياك. ثم هنا كدير السميه ديال الشخص اللي كيكونفيرمي اللي كيتصل به. خليني من ديك الهضره في الواتساب ولا جا شرا في الموقع، لا، هذيك المرحله ديال انه جا وكونفيرما، ولكن كيخصك تعاود تصل به قبل ما تليفري او قبل ما تقاد الكوموند في الكرتونه وتديها للشركه. يعني لابد ان هاد الاشخاص هادو يتكلفوا بالمرحله ديال الكونفيرماسيون. الا كنتي كدير انت الكونفيرماسيون لراسك صافي، تخلي هادشي هكذا ولا سوبريمي هاد الاسماء هادو. هنا كدير واحد الملاحظه، فمثلا انا واحد الملاحظه اللي كتبت انا ان هاد السيده بغاها مورا السته او لا بغاها مورا الخمسه، او ان هاد الشخص هذا كيخدم السيمانه كامله الا نهار الاحد هو اللي ديسبونيبل. وهنا كتجي كدير الثمن، الثمن اصلا انت ما غتقيسوش لان ليفرور هو اللي كيحدد، تيقول لك انا كازا بلونكا كنوصل ليها ب 20 درهم او لا 25 درهم او 30 درهم. انت ليفرور دار معاك قل كتجي لهاد البلاصه هادي، وكتجي كتحدد هنايا الاثمنه، تقدر دير تبدا انت من 10 درهم وانت اودي هنا 20 درهم وهكذا. باش كتجي لهاد البلاصه هادي كتبقى كتلقى الامكانيه ديال 10 دراهم. ثم هنا كدير الوضعيه، واش تم التوصيل ديالها، تم تحويل المال، تم العميل لا يجيب. مجرد ما تختار شي وحده في هادو كتلون واحد لون بلون معين، مثلا الا تم استلامها غتولي بلون اخضر. على كل انا راه غندير لك فيديو نعطيه لك على هذا الاكسل هذا بالتفصيل من غير هذه الحلقه المسجله، باش ما يكون عندكم حتى شي مشكل في هذا الاكسل هذا. لان هذا يعني بعجاله. هنعطي لكم غدا ليا ان شاء الله
لان في بعض الاخطاء هذا التي لكم اليوم. دابا نشوف المساله ديال كانفا. كانفا برو، كانفا، كانفا برو. اعطيني واحد دقيقه غادي نحبس الشاشه باش ندخل واحد الملف. اوكي، كانفا، كانفا، كانفا برو. اعطيني دقيقه واحده. بعد البلايص اللي فيها الفلوس خصها تخبى ياك. وي ضروري. كي تفضل. ايه هو، هو بالنسبه لليفرور، كل ليفرور كدير الاكسل ديالو، ديال الموديل اللي كيوصل. انت انت يعني شنو غادي دير؟ هذا غدير ليه كوبي كولي، وغدير واحد خاص ديال طنجة، واحد خاص ديال اكادير، واحد ديال كل واحد، كل مدينه كدير ليها اكسل ديالها. لان يعني قلت لك راه المشكل ديال الداتا كتباع، راه كيهزوا ديك الداتا وتيبيعوها. يعني ما خصوش يتطلع على الداتا، الداتا الاخرى. اوكي، دقيقة واحدة عفاكم. تمام، إذا نبارطاجي الشاشة. عندكم هذا الموقع هذا عطيته لكم، عندكم هذا الموقع هذا عطيته لكم. اول حاجه ما خصش يكون شي ابليكاسيون اللي كتمنع الاشارات ما يبانوش. سناب شرار كونيكسيون عاوتاني ولات كتقل. تمام، اذا هذا الموقع هذا كتنزلوا لتحت. هاد حيت هادشي هذا اللي كيبرزتك، غتنزل لتحت كليا ما دير والو في هادشي هذا، وغتجي حتى لهنايا وغتسنى هاد الكاونت داون. هاد الموقع هذا كيعطيك كانفا كل 30 دقيقة، كل 30 دقيقة كيجيب واحد كانفا، كانفا جديد. دابا الإشكال في هاد كانفا هادي، تقريبا آلاف الأشخاص حول العالم جالسين دابا كيتسناو 38 ثانية باش تسالي، وكلهم كيتكبوا على هذا كانفا مجرد ما يتحط. غير داك كانفا كيخدم غير لواحد تقريبا 600 واحد، 700 واحد. يعني خصك تكون أنت أول واحد كيضغط باش تحصل على داك كانفا. إلا تعطلتي غير ثانية واحدة كتلقى كيتسد، كيخصك تسنى عاوتاني 30 دقيقة أخرى. فدابا غادي تجرب، كل مرة جرب. صدقات لك المرة الأولى ما صدقاتش، صدقات المرة الأولى مزيان ما صدقاتش، تسنى واحد 30 دقيقة وعاود هاد العملية. ممكن تحصل هنا على العديد من حسابات كانفا، كيديروها بصراحة الدراري وتيبيعوا هاد الحسابات كانفا غير بهاد الطريقة، غير بهاد الطريقة هادي. إذا نضغط على كليك داونلود وغيتفتح لك هنايا، لاحظ هذا غير موجود. لكن هذا ما كيعنيش أن هاد الميثود ما خدامش، لا. غادي ندير اكتواليزي من بعد 30 دقيقة ونعاود ندير حتى نطيح في كانفا، كانفا برو. انا للاسف شريت واحد كانفا كنت بغيت نعطيه لكم، ولكن تبارطاجاو وعمر، لاني كنت شاركته مع واحد الفوج بحالكم بحال هكذا وعمروه. على كل راه غادي يكون عندي كانفا اخر خاوي وغنبارطاجيه لكم، هذا الا ما كنتوش، الا كيمرضكم هذا الشيء هذا. ورغم ذلك انا انصحكم بهذا الميثود هذه، ضوما نعطيك الميثود ولا نعطيك كونت. كل 30 دقيقة بحال هكذا جي جرب، راه غادي طيح في واحد كانفا، كانفا برو. إذا هذا هو اللي عطيت لكم أنا في الجروب ديال الواتساب، غادي نعاود نصيفتو لكم إن شاء الله. تمام؟ أستاذ بالنسبة لكانفا القديمة اللي كنتي عطيتينا اللين ديالها، يعني ما تبقاش خدامة مع الوقت ذاك الكونت اللي عطيتينا القديم؟ اللي كنت عطيت لكم خدم، خدم عندك؟ خدم لينا مزيان. هذا كان خدام دائما هذاك. صافي، لا يعني دابا الاشكال هذاك اللي عطيتك انا عمر كاين اللي ما استفدش منه. فهمتك، صافي فهمتيني. باقي شي سؤال اخر؟ اذا كل شيء واضح. شكرا جزيلا اللي سجل الحصه، اللي في الجروب باش الناس يستافدوا. شكرا جزيلا. بالنسبه للحصه المقبله،
عندكم شي مانع انا نديروها يوم الاثنين؟ لان بغيت ندير الحصه الاثنين والجمعه، نقدر نزيد لكم جوج حصص. دابا نورمالمون انا قال لي السونتر نسالي ويعطي لكم الشواهد، لكن انا قلت لهم راه خصني نزيد باقي شويه، لان باقي خصني نشرح لكم السطوري. ياك ماشي مشكل نديروا الاثنين والجمعه، ياك الاثنين والجمعه. انا الثلاث في الاربعاء مسافر، الاثنين والجمعه ان شاء الله نديروا تكوين. تمام، اذا الاثنين مع العشرة ديال الليل ماشي مشكل.